السلام عليكم خوتي، مساء الخير. رمضان مبارك، نتمنى كم راكم بخير بصحة جيدة. انا والله صافا الحمد لله. اليوم الثلاثاء، سادس يوم من شهر رمضان المبارك. باش ندير بكم جولة في شوارع مدينة سكيكدا قبل الفطور. ضللت ساعتين ويدا لاتان فترة، وان شاء الله ان شاء الله خوتي كامل كامل تكونوا فوتيو يا ما تاع رمضان مليح. ما نهضر لكم نوصيكم ديما، سلاتكم سلاتكم سلاتكم، متفردوش فيها وصبروا. وايضا خوتنا بزاف بزاف في شهر رمضان المبارك راهم محتاجين مساعدتنا. تشوف احد من الاقارب تاعك ولا صديقك ولا جارك ما عندوش، مدلو بلا ما يقول لك انا وما عنديش فلان. تلقى محتاج حاجه قادر انت تعاون، عاون، تكون في ميزان حسناتك ان شاء الله. استغلوه بزاف بزاف شهر رمضان المبارك بالدعاء والاستغفار، قراءة القرآن والصدقة. إن شاء الله دركا نهبط ندير بكم جولة كما قلت لكم في شوارع مدينة سكيدة. إن شاء الله الفيديو ينال إعجابكم إن شاء الله يا ربي. يعجبوا الفيديو خوتي ديما يخلي لي إعجاب وتعليق، لما لا يبرطاجي مع أصدقائي. كملوا مع الفيديو حتى الأخير إن شاء الله. شوفني خوتي نروح حتى الإسطاد نهز الفيلو ونكمل فيها، ومني ندير سبور مني قاعد نصور لكم. هالي ولادي يطلع في البابي فود البيار وتشوف الوقت الجو خوتي ما شاء الله. والله كاين البرود على الكيف، كاش سخانة هذيك بزاف ما فضاش بزاف ويدن. مفضلش بزاف اخوتي ويدي، ساعتين انا هكذيك من الفطر. ان شاء الله ان شاء الله تكون عقبتي وايامات مليح ان شاء الله يا ربي. ربي يفرج على الجميع ان شاء الله. انا مفضلش نوصل للاسطاد نهز الفيلو كما قلت لكم نكمل بكم ان شاء الله. هذه طريق بولكروا، وانا خوتي هذا المسجد اللي نصلي فيه. هذا كما قلت لكم هذا هو المسجد اللي نصلي فيه. قريب نوصل للملعب. طريق بولكروا، متعبر بولكروا هو المسبح تاع سكيكدا. رانا في الملعب 20 اود، هذا المقر تاعنا ديال انصار وريب ومدين سكيكدا. بعد نازلين الفيلو نكملو لكم نلعبو في الليبول. هو ملعب 20 اوت، هادو الملحق، هادو الملاحق تاعو. الناس يتريض مليا هداك. درك هكذا نطلعو لي زالي البلاد. رانا في لي زالي حي الممرات، تلعب بيكم ان شاء الله خوتي حتى لا ريزيدونس. لا بونزور على لا ريزيدونس، يدورو في الاحياء. ومن هادي خوتي بداخلة سانتيفي، كملو حنايا حتى الفوق. رانا في باب قسنطينة.
هكا هنا لي زركات هنا لي زركات هاك ديك ها حكمتك ها هنا في وسط مدينة سكي كدا ما شاء الله الله سيركيلاسيون سيركيلاسيون اليوم ينال يعجبكم درك اخوتي حنا نطلعوا من ما نكملوش كون نكملوا نروحوا للبحر طلعوا مرايه لها هاك درك اخوتي نطلعوا على لا ريزيدونس ونروحوا دي لا غران بوست هي طريق لا ريزيدونس هذه البلدية الكبيرة تاع البلاد من لا بلاص هاهي نطلعو على لي زركات ديما سيركيلاسيون والله ديما يقرب ديما لهدانا كنت شقا مزروبين ومن اخوتي الانجليزاي انا بعد في وسط المدينة مدينة سكي كدا البلاد اخوتي ديما سيركيلاسيون ديما مبطاش بزاف ويدي نروحو دركا على الفوبور اخوتي ان شاء الله عندي بك نمشي على الفوبور انا درك اخوتي في الفوبور هنا لسبيرونس عدي وخوتي بعد على بول كروا وسع سار روح للدار باش ندخل نخلي الفيلم اللوكال ونروح ومن لاصية شبيبة تسكي كدا من الدور شقة سيركي لاصية من الدار والله يا خوتي تشوفهم شكون قاعدين يديروا في السباق نعم اللهفة اللهفة لا قل بركة واصلين واصلين توصل روطة 14 دقائق خير من اللي توصل انت مهلوك التاكسي ولا انت مهلوك في السبيطار شوف طار آلس في دارك كرانا في بولكروا والسوالف هنود وندخلوا للسطاد بعد نروحوا Thank you.
التونية في السطح خوتي، نحط الفيلو ونروح. خوتي فضلوا واحد 10 دقائق ويد سمعنا قريب هي نصطاد للدار قريب. خوتي ولي شاف الكرشي تاعي قال لي تعليق هكذا نروح بعيشكم ربي يعطيكم ما تمنوا ان شاء الله. هنا قريب نوصل الدار، شنو نوصل للدار. خوتي واش عطلت على خاطر رحت للبحر ريحت شويه بعد عاد كملت كم الفيديو ما فضل 3 مينيت نوصل للدار. خوتي الان وصلنا الى نهايه الفيديو، نتمنى الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم. نقول لكم خوتي ان شاء الله في رحكم ونتلاقانا في فيديو اخر. صحه بعد الفطور، السلام عليكم.